تحت شعار هوية مصر الثقافة وسؤال المستقبل، لا تزال تجري فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب حتى 7 من شهر فبراير الجاري. الدورة 53 احتفت بالأديب والروائي يحيى حقي الذي يعتبر علامة بارزة في التاريخ الأدبي والسينمائي المصري والعربي. والحديث أكثر عن الأديب والروائي يحيى حقي تنضم إلينا من القاهرة الدكتورة عطيات أبو العينين. دكتورة، مرحبا بك معنا في فكر وفن. معرض القاهرة للكتاب يحتفي بالأديب يحيى حقي، كيف التمست هذه الالتفاتة؟ أهلا بيكم. طبعا في معرض القاهرة الدولي للكتاب رقم 53 بيسعدنا ان احنا بنحتفي او بتحتفي الهيئة على شرف شخصية يحيى حقي. يحيى حقي طبعا اسم في عالم القصة والرواية ملء السمع والبصر، ويمكن يحيى حقي لما انتقل بينا من القصة الطويلة او الرواية الطويلة او القصة القصيرة اللي فيها مقدمات بتجعلنا نقرأ القصة الطويلة الى القصة المختصرة بلا مقدمات، قدم لنا العديد والعديد من القصص القصيرة من النوفيلا واللي هي الرواية المتوسطة ليست كبيرة الحجم، وطبعا قنديل أم هاشم عايشة في وجداننا لغاية النهاردة سواء كقصة أو في الدراما السينمائية. وبالطبع يمكن يعني من خلال قنديل أم هاشم قدم لنا يعني نقول نموذج رائع جدا، وهو نموذج إسماعيل الذي عانى وعاش الصدمة الحضارية سواء في الداخل أو في الخارج. طبعا أتفضل. نعم، رغم إنتاجاته الروائية والقصصية الكثيرة دكتورة عطيات، لكن يحيى حقي عرف بقنديل أم هاشم التي أثرتيها، عرف بالبوسطجي أكثر من أي عمل آخر، كيف نفسر ذلك؟ طبعا يمكن يعني يمكن الحته دي بالذات كان هو بيتضايق منها جدا وبيغضب وبيقول وكأن يحيى حقي لم يقدم سوى قنديل ام هاشم، ولكن دايما احنا عارفين ان الدراما بتنتشر جدا والسينما بتنتشر وبتدخل كل بيت، ويستطيع رجل الشارع العادي اللي هو حتى لو لم يكن قارئا ناهما او حتى لم يكن قارئا يستطيع ان هو يدرك ويفهم ويشاهد، فبالتالي اعتقد ان هو ده السبب الكبير جدا والرئيسي الذي جعل قنديل ام هاشم هي الابرز والاشهر. يعني سبق ورصدت مساله الاغتراب في ادب يحيى دكتوره عطيات، يعني سبق وان رصدت هذه المساله، مساله الاغتراب في ادب في ادبه، كيف بدا ذلك الصراع بين الغرب بحضارته وماديته وبين الشرق بتخلفه وروحانيته؟ يعني أسعدني أن أنا قدمت دراسة الحقيقة عن الاغتراب في الأدب من منظور نفسي، وكانت دراسة ليحيى حقي وعن قنديل أم هاشم، والحقيقة أن أنا فزت بجائزة إحسان عبد القدوس، وقلت أن أنا فزت بجائزة إحسان عبد القدوس عن يحيى حقي أو عن الاغتراب في قنديل يحيى حقي. يمكن اللي أغراني بهذه الدراسة زي ما حضرتك قلت أنه الاغتراب في شخصية إسماعيل الذي عاش الغربة والاغتراب. يمكن الكثير من الناس أو منا لا يستطيع الفصل بين الغربة والاغتراب، ولكن هناك فرق شاسع كبير جدا بين الغربة والاغتراب.
الغربة أن أنا أتغرب عن أهلي في مكان ما، أنا بعيش في مثلا في الكويت، في الإمارات، في القاهرة، بنتقل إلى مكان آخر، فبالتالي هذه هي الغربة. ولكن الاغتراب ممكن أكون أنا في وسط أهلي، في وسط مدينتي، في وسط وطني، وأشعر بالغربة. إسماعيل تغرب، عاش الغربة وعاش الاغتراب، وعاش الصراع النفسي الداخلي والصراع الخارجي. إسماعيل عندما انتقل، طبعا كان يريد أن يدرس الطب ولم يؤهله مجموع أنه يدرس في القاهرة، وبالتالي حزمت أسرته كل ما تستطيع، رغم أنها كانت أسرة رقيقة الحال، وأرسلته إلى أن يتعلم في الغرب. وأوصاه والده أن يكون هناك كما كان هنا في مصر، أن يشعر بقيمه وبتقاليده وأن يحافظ عليها، وكان ده لزام أو التزام التفوق. يعني كان الوالد بيرى أنه لزاما عليه أن يتفوق، وبالتالي عليه أن يحافظ على قيمه وتعاليم دينه وتعاليم مجتمعه. وبالتالي ذهب إسماعيل بكل هذا إلى لندن أو إلى وطن آخر، ولكنه فوجئ بالنقلة الحضارية. قارن طبعا بين فاطمة النبوية ابنة عمه التي خطبها له والده قبل أن يسافر، ولم يكن مقتنعا هو بذلك، ولكن عندما سافر وجد ميري البنت، الفتاة الأوروبية المثقفة المتعلمة الحسناء، التي تخاطبه في كل شيء، تحدثه في الفن، في الفن التشكيلي، في الرواية، في الأدب، في الحب، علمته أيضا وأخذت بيديه في كل شيء. وبالتالي نجد أنه فوجئ وصدم، أيضا صدم في مفهوم الفتاة، في مفهوم الحب، في مفهوم المجتمعات المختلفة المضادة لمجتمع العادات والتقاليد المختلفة. فبالتالي كان يقارن بين كل هذا وذاك، بين فاطمة النبوية وبين ميري. يمكن أثار يحيى حقي نقطة مهمة جدا، دايما بنتكلم عن الفتاة هي دايما المغلوبة على أمرها، إن هي دايما بيجي البدء من الولد أو الفتى، ولكن هنا كانت البداية من ماري الفتاة التي تعاملت معه، يعني نقول كفتى، يعني حتى قالها بالتعبير لقد فضت براءته. فبالتالي حول المفهوم من مفهوم الأنثى فقط، ولكن انتقل به إلى مفهوم الرجل، المفهوم العذري. كلام كثير يقال على رواية قنديل أم هاشم حقيقة دكتورة عطيات، ولكن الراحل أيضا يعتبر من رواد القصة القصيرة. ما الذي يميز يحيى حقي في كتابته القصصية، وكيف يبدو تأثير ذلك في الأدب العربي؟ طبعا كانت نقلة كبيرة جدا في الأدب العربي، لأن كما ذكرت في البداية أنه كانت القصة قبل يحيى حقي القصة الطويلة، القصة التي تسبقها المقدمات، ولكنه قال نلغي المقدمة، نحذف المقدمة ونبدأ مباشرة بالقصة، بالمفهوم أو الشيء اللي أنا عايز أقوله مباشرة في القصة. وبالتالي كانت هناك نقلة كبيرة جدا، واختلاف المرحلة التي تلي مرحلة يحيى حقي وما بعدها تختلف تماما عن المرحلة التي قبله وتسبقه من القصص الطويلة اللي بنقول مقدمة طويلة جدا، سواء في كل العالم وفي مصر طبعا، اللي يعني في الوطن العربي اللي كانت القصة أو الرواية كمان تأخرت عن العالم الغرب. صحيح. كيف يمكن مقارنة يحيى حقي بيوسف إدريس الأشهر عربيا كرائد للقصة العربية برأيك؟ والله لو قارنا، يعني هو يحيى حقي كان أخذ جانب آخر مختلف تماما عن كل حتى الكتاب الذين كانوا معه والذين تلوه والذين سبقوه. وبالتالي يمكن القصة أيضا يوسف إدريس كان بيكتب القصة، كانت قصة طويلة، حتى نجيب محفوظ لم يعرف القصة القصيرة بمعناها الذي نتحدث عنه، ولكن القصة في لدى يحيى حقي كما قلنا هي القصة القصيرة التي نستطيع حتى لو قرأناها اليوم نجدها بالمعنى المفهوم وبالمعنى الدارج حاليا، نستطيع أن نتحدث عنها.
ايضا يحيى حقي ادخل اللغه العاميه، وكان يعني كان بيحتفظ جدا باستخدام اللغه العاميه وبالامثال الشعبيه وبالاحتكاك بالرجل رجل الشارع العادي. وكان ولكن عاميه يحيى حقي هي عاميه منضبطه، بمعنى ان هو كان يتحدث عن عاميه الشارع اللغه القحه، عاميه الشارع يقول القي بها في البحر، يعني لا تتحدث بها مع الآخرين أو تكتب بها، ولكن هناك العامية الملتزمة أنك أنت لا تنزل إلى لغة الشارع ولا تعلو إلى لغة المثقفين المعقدة التي لا يستطيع رجل الشارع أن يفهمها. يحيى حقي كان يحب رجل الشارع والرجل البسيط والمهمشين، كتب عن المهمشين في كل أشكالهم وفي كل أحوالهم، وكان بيهتم جدا بهم وفي سياق اليوم العادي في حياتهم، في مظهرهم، في لبسهم، في كل حاجة، في أزيائهم، في كل شيء. وبالتالي هو الذي كتب أنشودة البساطة، هو الذي كتب صح النوم، هو الذي كتب يعني كل شيء، حتى أن الصدمة الحضارية عندما ترجمت ترجم له كتاب الصدمة في الأدب الغربي، ولكن يمكن لم يصل المعنى كما يريد. طيب. وهنا هنأتي بقى في مشكلة الترجمة واستخدام بعض الألفاظ يعني. شكرا جزيلا لك دكتورة عطيات أبو العينين، كنت معنا من القاهرة، الكاتبة والأديبة. شكرا جزيلا لك.